السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير ونقول مساء الفل عليكم. انا دلوقتي بالليل حبيت اقوم اعمل حاجة للولاد، هنعمل النهاردة مع بعض عيش البالون. عيش جميل ما بياخدش معاكي اي وقت، ينفع عشان دوتشات، ينفع عشاء، ينفع فطار. بصي منظر العيش عامل ازاي، واتحداكي مفيش رغيف معاكي ما يتنفخش على النار، ومش شارب اي زيت. بسم الله ما شاء الله، جميل، حاجة كده تحفة، وعمل لي كمية كتير كبيرة يعني. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو انا بعمله، ولايكات بقى كتير كده، وعايزة كومنتات بتاعتكم تقولوا لي ايه رأيكم فيه. ويلا بينا نشوف الطريقة مع بعض، ما خدتش معانا اي وقت. لو اي حد عايز اي حاجة، اي طريقة، اي اكلة يقول لي عليها في الكومنتات. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض ونشوف العيش الجميل ده احنا عملناه ازاي. نقول الاول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول مقاديرنا مع بعض. 4 كوبايات دقيق، كوباية وربع مية دافية، معلقتين كبار سكر، ورشة ملح، وكيس خميرة. هنبدأ مع بعض. هنحط السكر والملح، بعد كده هنحط الخميرة. العيش ده يا بنات حلو قوي وسريع، مش هياخد منك وقت خالص. كده هنقلبهم مع بعض كده. انا هحط المية حسب الدقيق اللي معاي، لو احتاج مية تاني عديله، محتاجش خلاص. ممكن بدل المية لو حابة تعملي بلبن عادي مفيش مشكلة. حط كوباية المية، هعجن كده العجين. العجينة دي يا بنات مفيهاش الحلو اللي فيها ولا بيتحط لها زبادي ولا زيت، لو حابة تحطي لبن حطي عادي، بس هو الحلو اللي فيها ولا لا زبادي ولا زيت. هلم بقى العجين ده كله كده مع بعض. هنحط بقية المية، كده احتاجت مية معايا تاني. كده انا حطيت الكوباية وربع مية. هنلم بقى العجينة دي كلها كده مع بعض. ومش هنعجن فيها كتير، هنزلها بقى على الصينية هنا معايا واعجن فيها بسيط خالص. هنعجن فيها بسيط، نلم بس العجينة. انا رشيت شوية دقيق على الصينية كده عشان بس ما تلزقش معايا اهو، مش زي اي عجينة تانية ديت، ايه ما بتاخدش عجن خالص. هلمها بس معايا كده تبقى جاهزة على طول. خلاص هي كده جاهزة معايا اهي، هلمها كده
احطها بقى في البوله هنا تخمر، هتخمر نص ساعه بس، ما تخليهاش تخمر اكتر من كده. هغطيها بالاسترتش واسيبها نص ساعه بس، بعد كده ارجع لكم تاني واحنا بنقطعه مع بعض. كده يا حبايبي العجينه لما خمرت قعدت نص ساعه بالظبط، اهي منظرها كده، شكلها بالمنظر ده بعد ما خمرت. هشيلها كده من البوله، رش بس رش الدقيق كده بسيطة عشان ايه اقسم العجينة. هقسمها لخمس كور، معايا هنا مية وسمسم. هتقسميهم قد بعض. طلعت واحدة كبيرة شوية، هاخد حتة منها كده. احاول بس اخليهم ايه قد بعض اهو، هعملهم كور كده. كده انا هشتغل فيها على طول، مش هسيبها ترتاح. لو سبتيها تخمر شوية هتيجي تعمليها في الزيت مش العيش مش هينفخ معاكي. هشتغل على طول، هاخد كل كورة هغطسها كده في المية وانزلها في السمسم. هاخد الكرة التانية كده نزلها في السمسم. ممكن مش عايزة تعملي بسمسم مفيش مشكلة، بس بيديلها شكل وطعم حلو قوي. حاجة سريعة كده بتتعمل ما بتاخدش معاكي وقت خالص، تعمليها زي السرة كده تنزلي بيها في السمسم. اهي هشتغل بقى على طول، هبدأ رش الدقيق وافرد على طول. نفرد مع بعض كده، افرد اللي انا هفردها انزلها على طول في الزيت. ممكن لو عايزة تصغري الكرة شوية مفيش مشكلة، تعملي رغيف كامل. العيش ده حلو قوي يا بنات. اهو
انا اقسم الكرة دي لاربع تربع، اظبطها بس كده عشان ما يبقاش ايه. الجوانب بتاعتها تبقى ايه مظبوطة. بص بيتفرد معايا بكل سهولة ازاي. بس كده هقطع كده كل كرة من دي، هقطعها بنفس الطريقة كده اهو اهو. هعمل واحدة كمان معاكو ونروح نحمره على طول عشان ما نسيبوش يخ. كده مفيش مشكلة من الدقيق ده، احنا بعد كده هننفضه بعد ما نفرد رغيف العيش. اهو كده اهو المنظر ده كده. نروح بقى نحمره مع بعض. ارجع لكم تاني. وانا بشتغل بفرد العيش بكون حاطه الزيت على النار، لازم الزيت يبقى سخن، تنزلي العيش في الزيت وهو سخن عشان يرفع معاكي على طول. بسم الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. خلي بالكم بياخد لون على طول من تحت، ما بياخدش وقت. شكله تحفة وما خدش معايا اي وقت. يلا يا بنات بقى لايك وشير واشتراك في القناة للعيش بتاعنا الجميل ده. ما تنسوش تفعيل زر الجرس كمان والتعليقات الحلوة كمان. شوفوا خد لون على طول ازاي، ومش هتلاقي مش هتلاقيه شارب زيت معاكي خالص اهو. هنزل بالاتنين التانيين على طول. شايفين الجمال؟ والله حاجة بسم الله ما شاء الله.
بصوا بياخدوا بياخد لون على طول ازاي، ما بياخدش اي وقت. حتى العجينة بتاعته كمان ما خدتش تخمير خالص، هي نص ساعة بس. شايفين الجمال؟ لايكات كتير بقى يا جماعة. بصوا بيتنفخ معايا ازاي. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ينفع بقى الفطار العشاء. بصوا انا دلوقتي بوريكم بعد ما انا قليت الرغيفين اللي انا قطعتهم معاكم، بوريكم ان انا ايه لسه برضو عشان اعرفكم ان انا بقطع وبفرد على طول وبحط في الزيت. كده كده حبايبي انا رجعت تاني معاكم بوريكم ازاي انا بفرد وبحط على طول في الزيت. ايه رايكم بقى؟ عيش في منتهى الجمال وما خدش معايا اي وقت. يلا جربوه بقى واعملوه وقولوا لي ايه رايكم.